ترميش صدق تحشيش مولدتي فلك ذبيت وجيوبي وجيوبي مليانة الأحلام بي أنا لقيته من أول نظرة حبيته عجبني من شفت بيته يخبل أن يخبل همي مو مثل همة وأنا عايشة بظلمة لازم أوصل اليمة وهوه وهوه هذا البرنامج برعاية هذا وين صار لطفي؟ 100,000 شغلة عندي اليوم غير يجي ويفضها ما يجي زين خفاني هاروح وما يوقعوني الورقة وتلاس علي لا بخلي رتبها للورقة وهناك 1,000 حلال يحلها غير يجي لطفي ما يجي هاش دادي الله يساعدك الله لا يساعدك ها ما تقولي وين شريت ليش وين شريت يعني هاي فوقها تحش عليها وين شريت أنا أقول لك وين شريت الواير ماله معادل انقطع لا ها وقف عليه بلبل بلبل بس شلون بلبل ترباية مال البيوت ايوه عايزني واحد بالمولده وراكض على البلبل لا مو راكض عليه بس البلبل لحقوه جهال وياه بيط يا فات بالطابوق كل واحد شايل ثلاثيه ومن ضربه بالطابوق انقطع الواير لا ما انقطع الواير لا شو البلبل راح وين على الفرع الورا الفرع الورا اي لحقوه جهال همينه وانت تركض وياهم حالك حال الجهال مو قلت لك مصير لك شاره ادري يا استاذ ليش تحكي عليه بعدين اصلا ما احب البلابل لا شو تسوي؟ ورايح الواير مال معادل مو قلت ما انقطع والله خبلتني ما انقطع بس واقف عليه البلبل عجيب دقوم يلا قوم جيب لي قلم سوفتي واربع اوراق صار استاذي اقول لك سوفتي عجزه كاكاو لو حليب لو مشكل هو دزك على موطه وده تقول سوفت لك بابا قلم سوفت واربع اوراق اه اذا شو اسوي الاربع اوراق؟ اريد اكتب عندي شغله بهن اه تكتب لازم حاصرتك قصيده استاذي شاعر لك دقوم آه. مو مخبلتني امشي جيب لي قلم واربع اوراق لا ما تكتب قصيده ما اكتب قصيده
لحد استاذي شفته احتمال رساله احتمال فيت اوت من ماجستي يزيل النمش والكلف نهائيا خلال 7 أيام فقط وبنتائج مذهلة. كريم فيت اوت مصنوع من الأعشاب التايلاندية، لا داعي لإخفاء النمش أو الكلف بالميك اب. فيت اوت جدير بإخفائه كليا. الوكيل الحصري شركة روعة الفخامة لمنتجات العناية الشخصية. إذا تريد موبايل أخذ لك موبايل بوش، إذا تريد سيارة هم أخذ لك موبايل بوش. نعم، اشتري الآن موبايل بوش واحصل على فرصة الفوز بسيارة مع مجموعة من الهدايا الثمينة. هسه دزني على درب نفيس، دزني على ورقة، ما تقول لي شنو؟ دزني على ورقة، جزء يكتب رسالة بس مين اللي عرفه؟ واحد دخو وصل اليونان وبرج. لطفي شبيك شبيك هلو هاي وين؟ اي هاي خوش ورقة يا ورقة هاي شبيك شو تدايق؟ لا قصدي يعني خوش ورطة اقولك شو تحكي وين نفسك شبيك؟ لا استاذي صعد مجي لا بالهواء يعني بس توني ماكل لك هستوني ماكل شنو؟ لك وين دزك استاذك؟ دزني على اجيب له ورقة وقلم شو يسوي بالورقة وقلم؟ ليكتب رسالة يمكن يجوز يكتب رسالة لحبيبته؟ لك يا حبيبتي يا حبيبتي 24 ساعة تحكي بالتليفون. لعد دروح وانا اعرف لك شنو. الحمد لله. اي الحمد لله شنو؟ ما ادري كيفش شنو؟ ما اعرف. شنو؟ يلا. اروح؟ روح. يلا. دروحي؟ دروح انت. يلا اروح. اي. ايش راح تجيب؟ ورقة وقلم. عافية. دخل اروح البيت ومن هناك اطلع الروزة. مطفي. صغيراني غلط عمري عوده اخضر مثل من هلا هلا شلونك حبيبتي عاش من شافك لا ما اشوف انت كل مره تجي تشربين علي انا عندي فقرات بقبل الدكتور تعاش بي شلونك قعدي قعدي شو اخبارك الحمد لله زينه شكو ماكو شربين شاي سويت عصير شاي ما ارد شو اخبارك زينه احكي لي شكو ماكو شاي حار يعني انا احب شويه يعني نسكافيه ولمونابات هاي شنو ما تقولي لي تقطيره هاي شنو لا احب اغمس يعني هاي ايش تاكلين انت واحد من دون العالم طبعا عالم كله تاكل هيك انت تاكلين هيك المهم شو اخبارك اني يعني زينه بس تعبانه نفسيتي كلش تعبانه وسودة عيني محتاسه ضعفانه مختنقه شبيك يعني مو حد خانقني بس انا مختنقه ليش روزا اني يعني اكو موضوع كلش مهم يعني اريد احكي لك اياه شوفي التهبي انا تلتهم بالبسكت مالتي جاهزه ترى اقوم اروح لا بالي مش احكي احكي يعني اكو فد واحد لا ما احكي لا اخاف النوبه تحكين صدق كذب صدق سرك فيس ايه سرك كبير ها سر فيس يعني تعدي صفحه على الفيس طبعا عندي صفحه على الفيس صدق وما قايلت لي صفحتي تخبل معروفه ايش اسمها صفحتك رجل ابكاه القدر شنو رجل ابكاه القدر ليش عود رجل ابكاه القدر حتى لا حد يدخل لي خاص زول على قلبك انت عندي صفحه اي طبعا انا عندي صفحه من يا صفحه شو كلها مضروبه للصفحه على الفيس ها على الفيس اي اي شو اسمك قاهره الرجال انت شافت الرجال مو قاهرة الرجال باعي شفتي بدنا نسالف عديش انا ما اعطيكي صفحة مالتي لا يلا يلا احكي احكي اكو واحد صار الاسبوع يركض وراي يعني اروح للبيت اشوف قبالي اروح يعني اطلع للشارع اشوف قبالي اروح البيت صديقة اشوف قبالي ما اعرف شو يريد من عندي يجوز انت حلمانة ومكشفة غطي روحك متنامين اقولها حقيقة تقولي حلمانة هسه يجوز صدفة صارت يعني لا مو صدفة لا لأن الولد من يشوفني يسلم لي بعيونه ويسوي لي حركات بايسون كلك حركات يجوز معجب لا
انا هاي شغله الاعجاب مالت الولد ما احبها، ما احبها نهائيا. بعدين انا قيامه دي يجون يخطبوني كليتهم جمال ومال وشكل واخلاق، لا 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 انا ما احب هيك شيء، ما احبه. ما لا بخل يجون مال وحلال وانا عقرق يجون ماكو شيء. بس هو هذا الولد يعني غير كل ذوله. كم لي اسف صدوك كذب هاي ليش هيك ليش هيك يعني تقول لي ليش يا عطست ايش اسوي سنوبه ماكل البانيه كلها ثوم لا ها كاهي وبصل اكلت الصبح كاهي وبصل اكو واحد ياكل كاهي وبصل انت شلون هاي جبتيها الصبح مو اكو ريوق باقي له بالدهن وكاهي وقمر ايه؟ انا اختصرتهم اثنين في واحد بصل وكاهي يعني مسوي تقشف طبعا على حال العالم كملي من هذا تعرفي يعني طبعا انا عرفه بس لا ما اقدر اقول لك زعلين وداعت ازعل ليش قابل عرفه يعرفني بالعكس وجوز اسوي لك العب بي فلك اذا عرفه لا هو حتى يعني دز الصانع مالته على مود يجيب له ورقه هاي الحمراء ويكتب لي اني احبك يا سخيف يعني انت تعرفيه متزوج عنده حال هو عنده حبيبه ثانيه هي هنا أنا المشكله سخام السخام نو اوكي الزلمه ما يقعد الراحه طبعا من هو لا لا عارفه يعني لا ما اقدر اقول لك وداعتك وداعتك اقمعك اذا احكي جبار ابو المولده منو جبار ابو المولده واذا ما تصدقين اسالي هذا العامل ابو كشوشه اي جبار حياتي انا صار لي هوايه هنا يمك اترخص لان ماما تظل قلقه علي لازم اروح يلا حياتي روزه باي الحقير جبار يخوني وين اسمي يا مش راح اسوي بيك جبار ويلي يا قلبك عبد الحليم حامض اصبر لي هبدل واخذ سجادتي واروح اليوم ابا ابوك اصبر فيت اوت من ماجستي يزيل النمش والكلف نهائيا خلال 7 أيام فقط وبنتائج مذهلة. كريم فيت اوت مصنوع من الأعشاب التايلاندية، لا داعي لإخفاء النمش أو الكلف بالميك اب. فيت اوت جدير بإخفائه كليا. الوكيل الحصري شركة روعة الفخامة لمنتجات العناية الشخصية. استاذي نعم شو جوزه قامت تقطع يا بدلها تقطع جبار اليوم ما ابوك سلطه بسم الله الرحمن الرحيم منو هاي بسم الله الرحمن الرحيم يا انا اترخص وين ها اقعد هناك وين هناك روح اقعد هناك هناك شفني هذا الحقير البرغي ابن البرغي اني ابن البرغي روز بيج ايش بيج روز لا تجيب اسمي على لسانك لا شو صحيح بعيوني انه بتحشش علي ابن الحشيشه اليوم ابا ابوك صمته صمتيني ارجوك بدون تشوهات وجهي اريد ما بي شيء اضربي براحتك بعد وبعد شايف ماشي سامع بالاربع شوارع شايفين ما راح سوقت من عدن سامع بشارع النهر يا سيدي ابي ملابس رياضيه كان ذهب يبيع سامع بالشورجه بالشورجه سامع بيها بيعون فلافل وبهارات عفن عفن اليوم افتح بك قناه السويس قبل السيسي سيسي وسواء قبل السيسي نو بتحشش علي مو لا لا ايش راسك ايش بيك ايش بيك ايش بيك بسم الله انت تكتب رسائل من قال لك المن تكتب رسائل ها الو في سويتها بسيطه استاذ يعني ما لي علاقه استاذ بس هن نسوان امهات السحور هن باقي لساني باقي لساني اي انت شو لسانك؟ ها؟ ما قصت لسانك بالمقص هذا اي نعم تشوف هذا لطفي؟ اي هذا اعترف عليك وبعد هوايه وها 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 حبيبتي فدوى اروح لك اني يعني اني ما مسوي شيء بدعتك سامع بالمثل شو يقول؟ شو يقول؟ تعافيت وعفتني ودالي عافوك تعافيت وعفتني وعافوك بعد هاي الدنبله كل شيء تين بيناتنا حزوره هاي تفيدك خلي تفيدك الرسايل يا البرغي تقول لك برغي تقول لك برغي تقول لك برغي هسه اني لو اطب بخطيتك من يقول لي ليش لا استاذ لا استاذ
هسه لو قطعك 18 وصلة احد يلومني؟ لا تضرب الزاد، ها؟ لا تضرب الزاد. لك فرصة أخيرة تقدر تفلت بيها، لأن بعد دقيقتين راح تموت. هسه؟ أشرحك. أوكي استاذ. كلب يا عبد الكلب. انجرحت. ادخل. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ أم من قال لك تقعد؟ خير استاذ. احد قال لك تقعد؟ انا اسف استاذ، اسف. ولو اخرك شويه. تفضل استاذ. شنو هاي؟ هاي ورقه تعهد كتبناها احنا اصحاب المولدات. اشكرك استاذ. المعلوم جبته؟ طبعا استاذ. تفضل استاذ. هذا كامل؟ كامل استاذ. اشكرك استاذ. اشكرك. شوف جبار. نعم. احسب حسابك. اي. من الشهر الجاي. نعم. هذا المعلوم يتضاعف. ليش استاذ؟ لا تسأل ليش؟ تقشف. البلد بحالة تقشف. شلون العد؟ اي استاذ. تقبلها جبار، ضميرك يقبلها. شو اقبل استاذ؟ راتبي من 10 ملايين. اي. من وراء التقشف يصير 9 ملايين. وما يكفيك؟ ما يكفي. الله يساعدك. استاذ انا عندي فكرة. شنو؟ العصريات تشمر باب الوزاره وطقطق بيه العصر. اشمر؟ دي استاذ. انت ايش قد تحصل بالمولده؟ والله تقريبا 900 بالشهر. كفيك؟ يكفي، رضا. رضا هي هاي اخرتنا، هي هاي السالفه الاخرتنا. زين؟ زين قل لي شو وديت؟ ما وديت؟ ساد مسواك كامل. كامل. صندوق موز، صندوق تفاح، صندوق خيار، صندوق طماطم، صندوق بوتيتي. نظيف؟ طبعا ساد. ماشي ذيك وبعد؟ والطلي. وين؟ لبيتها بالحديقه. لا سأل مو بحديقة الوزارة، بحديقة البيت، جادة يلعبون وياه. الطلي إذا عضله جاهل شو أسوي؟ منا من لوستك. أستاذ أنا ما أدري الطلي مو كلب. والنوبة شوية حسنوها طلي وطلي. ماشي أستاذ. أكو هسه غزلان، بعران. صار أستاذ. زين؟ تدلل. وبعدين أنت تقول لي يكفيكم ويكفيك الراتب؟ كل واحد يمد رجله على طول إغطاه. صح. أني ما يكفيني، أنت يكفيك، شو قوم وقف؟ نعم أستاذ. يكفيك؟ نعم أستاذ. يلا تفضل، يلا. هي استاذ. تفضل يلا. ماشي استاذ. ومرت اللخ. نعم. المعلوم يزيد زين؟ يضعف. يلا يلا قوم. ماشي استاذ. ثمان الحسن. تعال تعال تعال. نعم استاذ. تعال تعال. استاذ يشاورني. زعل ستره بالله؟ شاكيت نزعل؟ ايه قاعد يا القميص استاذ. اكيد تقعد يا القميص. ما شاء الله قاعد غير قميص. طبعا استاذ. بعدين انت شو تسوي هسه؟ يلا تفضل. بالعافيه استاذ. تفضل روح بديتكم يلا. بنطلون متريده استاذ؟ لا لا روح يلا. ظل تكف البنطلون. يلا. زحمه عليك. هذا البرنامج برعايه انا وياك ما اريد انا حره لك انا مو ما يجيني النوم
شايف ببالي فيوزي دمع الطب عقلي يرتب اجلاء واقلب وجنب زحوالي عالحلوه انا حشيش للعوب انا فنش بس شعري مكوش من كثر نتلاتي مفول ولا فاضي ازعل ولا راضي جني احمد راضي معروف كلاتي نزلت من دمو بالتقبيص أقدم أحسن دروس أنا برستيج عالي وحال كشاق لخمطة يصيح آخ تخبلت آخ أجيب شلون ما أجيبك هذا الفلس الجيد